لا تسلك انت والله عارفه وين 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 الدمام. تعرف برج عبد الله فؤاد؟ ايوه إيه؟ المستشفى قصدك القديم. الله الله كنت ساكن قريب. سمعك ها مسوي انه عارف الوضع. طيب اسع والله العظيم المستشفى صار الدمام. شوف ابى اقول لك سر بس لا تقول لاحد. ايوه تعرف حي الندى شيخ؟ ايوه شفت خلاص عارف يا اخي. باي منطقه بس سعوديه بحي ندى؟ لا هذا حي الندى والنهضه والتعاون هذا كله يا اخي. خالي هناك ساكن وانا سكنت في الدمام. صح قاعد يسلك يا بقول الان سر ثاني. تعرف حي الشاطئ؟ ايوه والله كنت بعد وش الاحياء تعرفها؟ والله كنت ساكن في حي الشاطئ. طيب شاطئ عند برج الاسماء عند دوار الاشرعه في هناك حي اسمه البدايع. ما ادري البدايع حق الرز المطعم بس لا تقوله. القريه النجديه اللي بجنب الصيدليه. بجنب صيدليه اقسم بالله. صيدليه الدواء داريني يا اخوي كل مكان ذا ايش تطقطقون علينا.